بدايت مدينة مدينة أدور على حبيبي بعيون حزينة ما ملفيت لفيت 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 الباب وعرفت العزم عن أغلى الحنان عولت الغياب أبدا لفيت المكان وعرفت العزم عن أغلى الحنان عولت الغياب وغروب الجمال من شوق اللبان غروب الجناين من شوق اللبان عرفوني لفيت المدان وعرفت العزم عن أغلى الحنان طولت الغياب. جميل. بحبها. لا من الأغاني الحلوة اللي أنا بحبها فعلا ليك يا وليد. أنا عايز أعرف يعني برغم كل النجاح اللي حققته في سوريا وكان يمكن نقول أحلى أوقات وليد توفيق في الفترة دي خد قرار ينزل على القاهرة. مين يعني مين اللي فكر لك في القرار ده او مين اللي ساعدك عليه او ليه خدت القرار ده؟ هو ما يعني كيف بدي افسر لك اياها؟ ما حدا بياخد قرار بالنسبه لمصر. اي نجم خاصه بايامنا ما كانش في ستلايت وما كانش في ظروف ان الواحد يقدر ينشهر الا من القاهره، ولغايه هلا بقول لو انشهروا بالستلايت لازم يجوا لهون ياخذوا بصمه حب زي ما امريكا بالنسبه لاوروبا كلها هي هوليود. يعني شوفي نجوم امريكا مش امريكان، مش كلهم امريكان. بدي نعرفك عرب ايطاليين وفرنساويين وايرلنديين ومش عارف ايه، وحتلاقي كمان ناس اصلهم عرب حتى. مصر هي هوليود الشرق، يعني هي لا ما في شك انه اليوم ببلادنا في فن وفي الوان بيحبوها المصريين، حتى المصريين بيموتوا عليها. لكن لا تكمل ولا تكمل الحلقه الا مع مصر مع الدول العربيه. فاحنا بالنسبه لي انا بالنسبه لي كان قبل ما اروح على سوريا حتى من يوم ما فتحت عيني كانت حلمك كان حلم مصر. امتى اخذت القرار انك تنزل بقى ومين اللي ساعدك على النزول؟ بصراحه لما عرفت محمد جمال مطرب بتحبه كثير، وجمال من المطربين الحلوين. كان يغني بدي اشوفك كل يوم يا حبيبي واه يا ام حماده يوميها وراء على مصر. فانا كان حلمي مصر، بس كنت خايف لاني رحت مصر. اول فنان راح مصر انا سنه ال 74 رحت مصر وعملت فيلم مع حسن امام اسمه كراميل وشفايف. ده يعني قبل سوريا انا جيت على مصر عملت الفيلم ده. كان قبل بقى افلام سوريا، قبل اي فيلم عملته في حياتي. ده كان بعد فريد شوقي ولا بعد الفيلم اللي عملته مع فريد شوقي؟ ده كان بعد فيلم عمر خورشيد الله يرحمه ونهاد شريف. وليد الناس ما تعرفش الحاجات دي. كم فيلم عملتهم قبل ما يطفئ النار؟ كم فيلم عملته قبل ما يطفئ النار؟ احنا عملنا 2 ببيروت اللي هو استاذ ايوب والدنيا نغم مع عمر خورشيد، وثلاثة في سوريا 5 أفلام. لا بينهم نزلت على مصر عملت مع حسن الإمام كرمال وشفايف. بس ده كان ضيف شرف كنت. بس اللي خوفني يوميا أنه حسن الإمام كان قاسي معايا كتير. شخصيته قوية جدا، هو شافني في بيروت وعجبته وطلب أنه يجيبني على مصر مع محمد علي الصباح، ودخلت الفيلم وبعدين صار وأنا بغني يا حلاوتي الدنيا يا تبع زكريا احمد، اغنية زكريا احمد. فقال لي ارقص، شخط فيا كده خفت. قلت بلاها سينما. لا لسه انا جاي على مصر ما بعرف وبعدين كيف بدي ارقص في ناس انا طرابلسي ومخي عارفه زي الصعايده يعني من جوايا. انا راجل ازاي بدي ارقص؟ انا كيف بدي ارقص؟ فهو عايزني ابقى استعراضي. وانا داخل مشهد السينما فشخط فيا قال لي ارقص. رحت انا ملخوم مش عارف شو بدي اعمل. ستوب. فقلت له يا استاذ حسن كيف بدي ارقص؟ انا جاي انا عم غني اغنيه لزكريا احمد. يعني حاجه غريبه. يعني اغنيه طرب. قال لي لا انا عايزك ترقص مع الاغنيه. قلت له ما اعرفش ارقص انا. فنادى يوميها ابنه حسن امام. الله يرحمك يا استاذ حسن. فنادى وقال له وريه ازاي بيرقصوا. فقعد يرقص قدامي بطريقه استعراضيه الحقيقه انا ما بحبهاش، يعني انا مش ده لوني.
انا بقى جاي اغني حاطط في دماغي محمد فوزي بقى وفريد وعبد الحليم ويمكن كانت وجهه نظره هي الصح ما اعرفش فرفضت وما عرفتش اني اتصرف بطريقه فصورت الاغنيه عادي ورحت واخد نفسي ومسافر تاني. كرهك في السينما مش كرهك يعني في مصر؟ لا قلت لازم ارجع على مصر وانا معايا زواده يعني ارجع عندي اغاني عندي اللون اللي بغنيه ويكون عظمي ناشف اكتر واقف على حاجه صلبه كده ما بقاش لسه يا دوب بعرف اعزف عود او يا دوب لسه بعرف اغني. صوتك وعدي صوتك ذكرياتي وعدي وصلاتي حبك نور لحياتي حياتي يا حياتي بشمع الحنان. رحت بقى على سوريا على لبنان بعدين الحرب دخلت علينا فقعدنا في سوريا مده وهناك بقى بديت تلم بدا عظمي ينشف بقى فيلمين ثلاثه واغاني ونجاحات وبتاع بعدين جيت على مصر واخدنا القرار. لا اخدت القرار امتى في سوريا؟ ابدا هو انا كل عمري زي ما قلت لك عايز اروح بس عايز الاقي الوقت لمناسب. الوقت ده كان امتى؟ كان اني قابلت ناس اصحابي في باريس وكان معاهم بليغ حمدي الله يرحمه وانا بعشق حاجه اسمها بليغ حمدي يعني بليغ بالنسبه لي عبقري عبقري لا يقل عن سيد درويش وعبد الوهاب بالنسبه لي وكل الناس هاي فهو اللي شجعني قال لي يا ابني انت مكانك مصر لفظك في المصري انا رهنت عليك كان كنت بغني في مكان في باريس وكان في عيله كده ستات وبليغ قاعد معاهم فقعدوا يتراهنوا عليا مصري ولا لبناني ناس قالوا مصري لأن بلفظ كتير اللفظ عندي والإداء المصري جميل نطقك المصري مظبوط فلا مصري لا لبناني فعارف إن لبناني هو عارفني طبعا فقال لي لازم تروح مصر وأنا هاخد شرايطك معايا والإذاعة وراح فعلا أخد شرايطي وأسطوانتي اللي هي مغرم بعيونك وسمعهم لصديقه الحبيب كان مأمون الشناوي فراح مأمون بعت لي الشير كاسيت بصوته مع العيلة المصرية اللي شافتني في باريس وطبعا ليهم فضل هم في الحاجه دي ما عمري ما انساها بيقول لي يا ابني وليد توفيق انا سمعت مغرم بعيونك ويا نسيم انا السمي ولفيت المدائن فانا بقول لك انت مكانك مصر سيب اوروبا ابو اوروبا علي فيها وتعالى انت عارف كان دمه خفيف جدا وتعالى وانا اول انسان هكون مستنيك وفعلا وانا جيت اول بيت دخلته في مصر بيت مأمون الشناوي وبليغ حمدي الغنوه اللي احنا سمعناها في يوم من الايام انا كل ما بسمعها اتأثر وبقول يا سلام انا شايفه ان وليد يعني حبه لمصر عامل بيت جميل جدا في كل طعم سفرياتك أنا كل ذكرياتك اتمنى في كل مكانه في مصر في اسكندريه وفي شرم الشيخ يكون ليا مكان ده دليل على حبك لمصر يعني طبعا. اكيد مين ما يحب بس في اوضه كده جنبنا يا وليد دي اوضه الذكريات يعني وليد بقى بيقعد فيها يلحن يقعد فيها يعني دي الاوضه اللي فيها كل بقى الخبايا عادي عارفه تقومي بالبيجاما تقومي عموما زي ما احنا كده لان المشاهدين لازم يقتحموا هم اول مره يخشوا بيتك فعايزين نقتحم اوضه الذكريات دي ما حدش بيخشها غير وليد لما داخل يعبقر ويعمل لحن جديد ايه رايك نكمل الذكريات جوه؟ يلا قربك نصيبي وبرك أمان
ذكرياتي وعدي وصلاتي صوتك وعدي صوتك ذكرياتي وعدي وصلاتي حبك نور لحياتي حياتي يا حياتي بشمع الحنان رحمك حبيبي من أول السماء حبيبي قربك نصيبي بقى انا ايه هدوخك في البيت النهارده اهو ده اللي انا بدور عليه بصراحه بقى الذكريات الجميله والصور النادره اللي دايما بتبقى موجوده ومحدش بيعرف عنها حاجه انا هبتدي طبعا في قصص غرام هنا بس انا عايزه ابتدي بالرياضي ده مين الوالد والدك كان ايه بطل جمال اجسام على اسم اخويا توفيق توفيق كان يحب الرياضه كان عسكري كان يحب الرياضه ويحب ال الشمس والبحر معنا كان عسكري كان لذيذ الله يرحمه وانت مش طالع زي واوي انواع رياضه معينه؟ انا يعني رياضي بس على الخفيف مش زي طبعا بتمارس رياضه بيقولوا المطرب مهم عنده الرياضه يعني لازم عشان الجسم السليم بيبقى بقى في النفس السليم والصوت السليم فوليد ايه الرياضات اللي بتعملها ليه مش واخد ده من باباك يعني؟ بلعب سويدي بس يعني ايه المعده شويه والنفس والجري بس والسباحه طب خدت ايه من باباك؟ باباك شكله للممثلين الاجانب بتوع زمان بالظبط خدت منه ايه؟ اخدت كل حاجه حلوه هو علمني ازاي الانسان يبقى راجل هو اللي علمني ازاي الانسان يتكل على نفسه والاصاله كل ده من والدي طبعا خدته برغم ان وليد متاثر جدا بمامته ويعني نقطه ضعفه ودايما كانت معايا في بدايه مشواره ودايما وليد يعني حتى افلامه كلها مهتم بالام وعمل اغاني عن الام وانا عارفه ان انت محضر برضو اغنيه للام مالهاش صوره هنا ليه؟ ولا الصوره في قلبك؟ صورتها في غرفه النوم بقى في غرفه النوم جنب السرير دي بتقول لها تصبحي على عشان هي حاجه ومن غير غطا فبحط صورتها اللي عندي جوه موجوده في غرفه النوم بقى. طب برضو علشان هي بس ابويا حاطه عليها ما فيش حاطه عليها مش مشكله يعني ما فيش مشكله بس عشان وده الوليد ده انت وانت صغير؟ لا ده الوليد ابنك الوليد بيبيتو طبعا من دلعه من بيبيتو ودي نورهان كمان بيبيتا الصغيره ابني بنتي ودي جورجينا طبعا طبعا يعني انا عايزه اتوقف عند جورجينا حكايه غرام وليد توفيق وجورجينا شوفي قعدت مكسره دي بيحبوا بعض لا ما بيحبوش بعض هيتجوزوا لا مش هيتجوزوا ده في قصه حب جامده لا ده ما فيش قصه حب جامده انا عايزه اعرف بقى الحكايه بتاعت جورجينا اصل الحكايه دي خليها بتاعتي انا معلش جزء منه بس بص الناس كلها طبعا لا. مهتميه لان ده جزء مهم في حياتك وخصوصا ان انت يعني معروف ان وليد دايما بيحب ياخد الحاجات الحلوه ما لسه في ذكريات هنتكلم عنها ولا عايز نقعد تصوريها نصورها ونتكلم عنها طب يلا ملي من هذا الجمال ردي على هذا السؤال ملي من هذا الجمال ردي على هذا السؤال يا حلوة لا تزيد الدلال على أسير حبك قلبي بنظرتك سحرت عيني ببسمتك شغلت قلبي بنظرتك سحرت عيني ببسمتك لمن هذا الجمال ردي على هذا السؤال لمن هذا الجمال ردي على هذا السؤال أوي يا حلوة لا تزيد الدلال على قبل ما أغني وتعرف الناس كانت عائلتي امي وابي واخواتي وعائلتي وحاره وطراد بس لكن من يوم ما انشهرت وطلعت على التلفزيون بقوا كل اللي حبوني وكل جمهوري هم عائلتي الكبيره اكيد طبعا هم عائلتي فعلا يعني الفنان هيدا عائلته جمهوره وليد حد منهم واخد منك الموهبه بيغني صوته حلو يدندن كده ولا مش حاسس موهبه فنيه لا انا عندي بيانو ببيروت بالسلمون على طول بيحبوا يطلع يقعد على كلمه من لسه صغيرين انما يعني ما فيش حد حاسس انه غاوي بي الاثنين صوتهم حلو بس الفن ده يعني يا بيكون جوة الانسان يا اما ما بيكون لكن الصوت بقى والهوايه دي ما بتبانها لا لو حد منهم حب يدخل بقى الطريق ده هترحب ولا هتعمل زي اهلك في الاول لا لا ما كانوش عايزينك تخش لا انا اكبر درس خدته بحياتي وكان درس لغيري انه الانسان المؤمن المكتوب بده يشوفه الانسان
انا علي اني اربيهم احسن تربيه واعلمهم من احسن مدارس واعطيهم كل ما يتمنوه من مطالب كاب انا وقصدي لما بيكبروا، ولكن بالاخير هم يختاروا اللي هم عايزين، اللي عايز يطلع فنان طيار. ما نفسكش انت جواك عايزهم يعني؟ دايما كانت ايه مثلا الام او الاب اول ما اولادهم يقولوا انا عايز دكتور وعايز مهندس عايز يعني كده، انت مش في دماغك نفسك تشوف نورهان حاجه او وليد حاجه؟ امل حتى لو ما تحققش، بس امل جواك؟ ما عمري حتى انا بحياتي ما فكرت ولا بفكر، لانه شيء انا بعتبر انه رب العالمين هو اللي بيقرر مش انا. انا اتمنى اشوفه مصحة طيبة اهم شيء ومتعلمين، يعني انا نفسي ومتمنى ان الله انه اولادي يتعلموا، لان انا يمكن ما صح لي الوقت او الظروف اللي عشتها ما صحت لي اني اكمل دراستي او اتعلم. انت تعلمت لغايه فين يا ولد؟ انا تركت مدرسه عمري 12 سنه ودخلت مدرسة الحياة. اضطريت على مدرسة الحياة اني اشتغل وادرس المزيكا والعود، لكن كملت تعليمي. لكن دايما ادرس مع اساتذه خاصين لي العربي والانجليزي شوي، لكن قد ايه انا من جوا موجوع. لما فكرت انت كان نفسك تطلع حاجة غير المطرب، يعني جواك حاجة تانية لو ما كنتش نجحت في ده؟ ابدا. عمرك ما تخيلت ولا تمنيت؟ يعني كنت هطلع سياسي. سياسي؟ عايز تبقى وزير ولا عايز تبقى ايه؟ لا مش وزير. يعني قيادي. ازاي يعني؟ في اي مجال؟ في السياسه في البلد. تمسك ايه؟ ايه في السياسه؟ ممكن اكون في السياحه، في الثقافه، في ايه المجال اللي انت عايز تمسكه في السياسه؟ عارفه هكون صريح معك، انا جواتي قيادي، يعني لازم اكون بشيء قيادي، ممكن فن وثقافه وسياحه لمدى جواتي، وممكن اكون مع المقاومه بجنوب لبنان. ممكن يكون عم بقاتل مع مقاومه بجنوب لبنان بكل صراحه عم بقولها. طب ما تجنتش ليه؟ جنت صوتي، جنت صوتي واحاسيسي وفني لاخدم وطني وجنوب لبنان، لانه كمان الفن له دور كبير. يمكن احنا ما عم نقدم ذره من اللي عم بيقدموه، اللي عم بيقدموا دمهم وحياتهم. لكن عم سائل لو كنت ما كنت بتغني كنت هقول لك لو مش فنان حتى يني يرجع بها. يا عندي مهتم بالسياحه والثقافه والفن والاشياء. وليد يعني انت في بدايتك اشتغلت زي ما قلت في التصليح والهندسه والحاجات دي، وايضا لما بدات تتعرف دخلت مجال الانتاج ومجال المال، ودلوقتي بتحضر نفسك انك تعمل برضو مشروع تجاري، هل انت ايه يعني بتلاقي نفسك في الحاجات دي؟ انا فاشل بالتجاره، فاشل لكن عندي افكار حلوه وخاصه بالانتاج. يعني بسنين اللي قضيتها وعندي حكايه ريحه اني بشم ريحه النجم او النجمه، بقدر اعرف اذا النجم هذا ممكن ينجح او لا. يعني ممكن تعمل استوديو الفن تاني لوليد توفيق، انك تصنع نجوم وتقدمهم المشروع ده تجاري ممكن فني يعني. ممكن ده، بس اللي اهم من هذا ان انا بدي فوت بالانتاج. ولو انه حفلس، عرفتي كيف بوزي؟ لانه الانتاج بدمي بجواتي، والانتاج في اشياء كثير حاسس اني ممكن اعملها انا ما عم تنعمل. انتاج خاص لوليد ولا انتاج عام؟ يعني عايز تنتج مثلا اغاني وليد وافلام وليد، ولا انتاج عام بيشمل كل المجال؟ ممكن تنتج لجورج وسوف، ممكن لكاظم الساهر، ممكن لراغب علامه، ممكن لكل المطربين، ممكن لكل الممثلين، وممكن لوليد توفيق. لا انا بتكلم كمنتج منفتح ولكل الفنانين. لكن انا شايف انه كمان ممكن اذا انتجت افلام او اشياء لوليد غيري ما عم يفكر يعملها. يعني انا صار لي مده هلا بشوف منتجين كلهم من الربح، كل هم ما يصوروا 35 يصوروا مثلا 16، كل هم انه ما يكون تكاليف الفيلم كثير غاليه، هذا كله بدي اخلص منه انا. مثل ما عملت تجربتي هلا بحياتي بالنسبه لانتاج الاغاني، اني انا عم بنتج اغاني، كمان حيكون خطوتي الثانيه هي انتاج، ولو انه حفلس انا بعرف، لانه ما حدا فاهم بالانتاج انه فلس. ما بتفكرش تعمل مشروع تاني غير الانتاج؟ يعني حاجه تامن؟ بيقولوا ان الفن برضه مهما كان لكن ملوش امان، يعني الفنانه صباح بكل تاريخها ده كانت تقول لك برضه كان لازم الواحد يامن مستقبله. طبعا بره الاجانب بره بيعملوا هالشيء، كله بيعمل حاجات بره بيجيبوا، يعني هو لما بينشهر ببلش يدخل مداخيل قويه جدا، بيجيبوا شخص مختص بالاستثمار والبزنس وبيكون هو عنده الخط هذا. نحن كده لما بيكون النجم منشغل بحياته بلبسه، يعني ما في من يهتم فيه، فبياخذ كل افكاره وكل احاسيسه واسمه واغانيه وفنه ويسعى برا. الموضوع
هلا صرنا بتلبرة شوي يعني. في فنانين عاملين مدارس، في فنانين عاملين مطاعم، في فنانين عاملين استوديوهات تسجيل زي فنان مدحت صالح ومنى عبد الغني، وعندكم في لبنان كتير يعني مأمنين مستقبلهم، ممكن مجال مختلف تماما عن المجال الفني يعني. مدارس تجارية عاملين مدارس مشروع، انا بتكلم مش حاجة مشروع تجارية. انا بتكلم ان انت تأمن نفسك. انا نفسي اعمل مشروع في طرابلس بلدي، مشروع خيري يعني، اعمل دار ايتام للاطفال بالذات، يكون خير مرات التجارة ان شاء الله. ده امنيتي في حياتي اني اعملها ان شاء الله. بتروح طرابلس دلوقتي وانت بقى وليد توفيق المطرب؟ دايما دايما. بيستقبلوك هناك ازاي؟ لسه في صحابك اللي كنت بتلعب معاهم وانت صغير، جيرانك، ناس اللي هم بقى انت سبتهم وبترجع دلوقتي وحياتهم مختلفه تماما؟ متغرب، وثلاث ارباع متغرب، ما فيش موجودين، كتير متغرب. احنا لبنان وبالشمال بالذات كتير متغربوا لانه شغل ما في. امكانيات اللبنانيه اكبر من بلدنا الحقيقه، نحن في شغل عندنا انه مساحه لبنان صغيره والشعب اللبناني امكانياته وتفكيره اكبر من مساحه لبنان. عشان هيك بنشوفهم بكل مكان، موجودين باوروبا بامريكا وناجحين ونافذين بشغلهم يعني. اكثر اللي كنت بعرفهم عن حبايبي واصحابي سافروا، بشوفهم بالغرب، بشوفهم باستراليا، بشوفهم بامريكا، وفي بعض البعض منهم موجودين. لكن صدقيني وقت بطلع طرابلس ما عندي وقت لاقعد مع الحجه، اكثر وقت قاعد بالبيت عند امي وبشوف عائلتي. لكن ساعات بسرق نفسي وبروح على الاماكن كنت اوقف اكل فيها ساندويتش على الواقف، السينما اللي كنت ادخل عليها وانا صغير. يعني وقت الذكريات الحلوه حلو، حتى ريحه التراب طرابلس بعد اللي خير يعني. يعني لو غمضت عينك كده يا وليد وسرحت شويه ورجعتك لورا وانت عندك 16 سنه في حكايتك مع الزمن اللي قعدنا حكينا فيها دي، عارفه احلى حته عايز تقف عندها فيها؟ احلى حته لما كان عندي غرفه على سطوح عشان ابي ما يسمعني عم بغني، وعودي فوق وقالت التسجيل دي لما اشتريتهم يا سلام، ولا رز بالنسبه لي يعني ولا عماره. اول عود اشتريته كان 30 ليره لبناني. وده بكام؟ ده ما يتمنش. غالي؟ ها ده جالك هديه مش غالي، انت شاريه ولا حاجه نادره ليه حكايه؟ والله مش فاكر. اقول لك انا عندي كتير عواد، يعني كتير عواد بتجيني هدايا لكن كل اله بالنسبه لي ملهاش ثمن دلوقتي. انما العود اللي اشتريته اول مره لسه موجود عندك؟ لا للاسف لا، ما احتفظتش. الحرب راح اتدمر مع الحرب. والأوضة دي لسه موجودة ولا راحت برضو مع الحرب؟ الأوضة موجودة لكن اتباعت العمارة لكن تعدي كده بس بشوفها من المبنى الجديد، بوقف شوفها وبفتكر ذكرياتي كلها. وكنت دايما أقول في، أنا كنت أعشق عبد الحليم لغاية هلا لغاية بكرة يعني، بس كنت أقول كوبليه بحبه كتير على قد الشوق لبنت لا بنت الجيران عمري ما حبيتهاش. بنت الجيران واحد تاني من المدرسه مش بنت الجيران. بمشي يمكن 5 كيلو عشانها كل يوم عشان تشوفها. كنت احب دعوه دمعي شهودي جرح خدودي في ليل سهادي بحبي صاين ودادي صاين ودادي نعيش ودودي رح ودودي في ليل سهادي في ليل سهادي Thank you.
لما صورت بأجمل صورة كان غالي عليا وغالي عليا عذابي على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل عبد الحليم. اكيد انت حبيت على اغاني عبد الحليم يعني عشت الحب. طبعا طبعا هو كان شبابنا واحلامنا وافوت الفيلم واطلع عندكي حتى مره بتذاكر كنت فات على فيلم مع موت الجماهير وطالع بقى انا عايش بجبار بقى وماشي في الشارع بغنيه لوحدك كده فلقيت واحد ضربني على بقى كان في قال لي عيب لقيت بابا نزل من العربيه ضربني قال لي ايه ده ماشي في الشارع بتغني قلت له يا بابا مش حاسس بنفسي فعلا ما بتفكرش تعيد اغاني ليه دلوقتي يا وليد عبد الحليم لا يعني كتير من المطربين بيعيدوا له اغاني عبد الحليم لسه عايش معانا وعبد الحليم حاله عبد الحليم حاله مش يعني مش اي حد يتجرأ ممكن تغني كله بيغني اغاني بس ليه؟ هو موجود يعني انا بغني وانا بقعد بقعدي ماسك عودي او بحفله غنيت ساعه بيجي على بالي اني اغني شيء انا بدي احس فيه بغني بس اني اعيد اغنيه غنيها عبد الحليم لسه بكير حرام هو ده كان مثلك الاعلى يعني طبعا. عبد الحليم عشان السينما وعبد الحليم عشان صوتي صوتي مش قريب من عبد الحليم لكن انا احساس عبد الحليم وذكاء عبد الحليم ومدرسه عبد الحليم وعبد الوهاب ان هم مدرسه واحده ما قابلتهمش يا وليد ازاي قابلت عبد الحليم وعبد الوهاب يا سلام لا لازم تحكي لازم تتحكي ليه بصراحه ليه مش عايزين صدمات وحشه عايزين صدمات حلوه لا انا عايز الصدمه الحلوه دي يا سلام انا حظي حلو اني قعدت مع الاستاذ عبد الحليم وقعدت مع عبد الوهاب قعدت معاه امتى كتير. في مصر ولا في لما جيت اعمل كرمان وشفايف زي ما قلت لك اول ما نزلت من المطار والصدفه ان كان جورجينا معايا على الطياره صوري هي طبعا ملك جمال الكون لا لا ما اعرف ما كنتش تعرف انا ربعت مطرب وملكه كانت هي جات برضو عندها افلام او جات تتفق على افلام المهم بنفس السنه هاي وانا نازل من الطياره لقيت كل شوارع مصر نبتدي من الحكايه عبد الحليم وعبد الوهاب وقلت يا رب هيجي يوم كده اشوف صوري على الافيشات بمصر مين عارف ربنا كريم دي ما انساهاش ابدا وفي يوم واحد قابلت كل فنانين مصر ما بين صبحي فرحات اللي كان زوج زبيده ثروت فكان عامل لنا عشاء وعازم كل مصر عشان تشوف وليد وجورجين شوف الدنيا سبحان الله وفعلا يوميها كان لي الحظ اني اشوف كل حبايب النجوم اللي بعدين ربنا اتاح لي الفرصه اني اشتغلت معهم وصورت معهم واشتغلت معهم شفتهم كلهم وكان بس ايه بعد ما شفت كل الفنانين فين عبد الحليم حلمك بقى عيني على عبد الحليم الفتى ده اللي هو ده واخد الدنيا وعرفتني ولا بعد شويه قالوا جاء حليم او جاء عبده ودخل راجل نحيف كده واسمر لكن كان عنده الصفرة انا فاكر بالظبط كان عنده الصفرة يا عيني تعبان عيان وقعدنا كلنا ناكل ايامها الخروف المحشي والمحشي ومش عارف ايه هو كان عم ياكل جبنه وعيش وشاي حد معاه وسمع صوتي وسمع عودي وقال لي غنيت له؟ غنيت ليك؟ غنيت لي يعني ده اللي عاد ما غنيتش اغنيه لا لا ابدا ما غنيش لحد طلب عبد الوهاب طلب وديع الصافي مش عارف لا انا عندي اغنيه اسمها قمر الليل وغنيت قمر الليل وانبسط مني جدا وقال لي برافو عليك اذا انت هيك يبقى انت هتكمل وهتوصل دي كانت النصيحه اللي قالها لانه يعني انا ممكن اغني بين نفسي لاي مطرب تاني لكن يوم ما يكون في ناس قاعدين وعايز اقول حاجه لازم اقول حاجه بتاعتي يوم ما اوصل وابقى نجم بقى اغني اللي انا عايزه مش مشكله بالنسبه لي بس في مطربين تتصاعد او تنجح على الحان ناس تانية مش هتستمر
تظلم على المدامير الا الهوى قادر ما يخفيه تظلم على المدامير الا الهوى قادر ما يخفيه الا القمر العالي قريب الا غريب الحي حبيب الا القمر العالي قريب الا غريب الحي حبيب دق الطبل مع المزامير ده الهوادر ماله كبير دق الطبل مع المزامير ده الهوادر ماله كبير الهوادر ماله كبير كان اللقاء بينكوا ازاي مع عبد الوهاب؟ كان الميعاد الساعة 8 وقال لي سلمان قال لي سلمان اوعى تعرف سلمان بقى الله يرحمه الله يرحمك يا سلمان هو كان دايما مواعيد سلمان واخدها من عبد الوهاب اكيد من الانسان المحترم اللي بيحترم مواعيده فقال لي 8 فجاني 7 ونص سلمان وانا بيت المهندسين وبيت الاستاذ عبد الوهاب بالزمالك قال لي يلا لسه ما لبستش يا اخي عندنا وقت قال لي لا 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 قال لي عبد الوهاب 8 الا 5 المفروض يكون هناك قلت له طيب والحقيقه لو تشوف الصور ايه ما عرفتش البس كويس لو عرفتش اوضب نفسي كان لبست بسرعه كده ورحت لقيت الصالون مجهز الراجل استقبلني على الباب اهلا وسهلا اتفضل استاذ طالع ما فيش 8 بالظبط لقيته طالع زي العريس لابس البدله بقى وجرافات قلت يمكن هيقابلني بالربط شغل او مثلا عارفه ابدا لابس شياكة لابس وانا جريت بقى لبسته ومسكت ايده وعايز ابوسها ما سابنيش الحقيقه انا حلمي اشوف يعني ايه معقول عبد الوهاب قعدت معاه بقى وغنيت قدامه وقلت له انا مش هغني بلاش تبوسني زيك مش هعرف اغني زيك ولا حد هيعرف يغني زيك بس انا لو هغنيها هغنيها بهالطريقه فانبسط قال لي ازاي قلت له انا هغنيها بطريقه ولي التوفيق قال يعني ربنا هيأذن لك كده وتنجح معاك زي ما نجحت اغنيه حلمي بكر معاك ايه العظمه دي كلها يا استاذ وليد ما قال لي استاذ انا بقى ايه ركبك ثابت بقى عبد الوهاب بيقول لي استاذ يعني شوف الاحترام بيعلمك الاحترام مش زي النهارده من الماضي بيتكلم عن التاني بيضرب فيه ولا يقول لك ده مش عارف ايه عبد الوهاب طب ليه وليد انتوا بتضربوا في بعض؟ ليه مش بتحبوا بعض؟ مش ليه انتوا جيل مش بيحبوا بعض؟ مش احنا مثل امبارح انا قاعد عم شوف مطرب زميل ما بدي اذكر اسامي لانه رديت بنفس المحطه رديت يعني انا ما زعلت ان هو نجح ابدا بالعكس ده لما شفت هاني شاكر الناس بتعيط بسمعه والله العظيم قلبي ودموعي انا وجورجينا قاعدين دمع عيوننا لان انا بحب هاني شاكر بحب صوته انا هسالك سؤال احنا من ساعه ما بدانا الكلام جبت سيره هاني شاكر ست مرات بتحب هاني شاكر من هنا هتعرف ان ما عندي مشكله اذا فنان ناجح طبعا بحب هاني بحب كاظم بحب كل المطربين جير وسوف صاحبي كلهم ما في فنان وائل بحبه كتير طب ليه راغب لا ما بكرهش راغب طب ليه ما بتجيبش سيرته؟ انا بكره لا بالعكس هما كلهم وراغب لا بالعكس لو تقري اي انا من النهارده ما عادش حابب اجيب سيرته لانه الراجل ده مغرور الراجل ده مش شايف حد قدامه ليه؟ مش بس معايا انت لو تشوفي تراقبي كل خلافات خلافه مع عمرو دياب مع عاصي الحلاني ما فيش خلاف بينه وبين عمرو في بالعكس ده اصحاب جدا هم اصحاب بس لو تشوفي الحقيقه ده تزييف على فكره بتقولي انا اللي اعرف عاصي وائل كلهم وقتيتهم بيمثلوا على بعض فهمتين؟ ما انا عايزه اقول ان الجيل كله بيمثل على بعض مش الجيل لا مش الجيل المجموعه على الساحه كلها بتمثل نوع راغب راغب علامه فنان انا كنت دايما اقول الراجل ده بحبه وكانت صورتي في غرفته ده انا بقولها باعتزاز انه النجم ده يوم من الايام كان يحب وليد وغني وبقى نجم زيي ويمكن هو باعتقاده احسن مني يا هو سيدي. قال انت زي بابا يا سيدي قال ان انا زي ابوه زي ابوه فنيا ممكن عندي كتير شباب بيغنوا زيه واغاني زمان لكن زي ابوه العمر لا كده بيكبرني حرام عليه فهمتني انا بيني وبينه 6 سنوات يعني مش هنا العيب العيب اللي ضايقني الكلمه اللي قالها انه انا زي ما انا بكره هسيب الساحه لغيري فهمتني يعني عفوا من انت ومن تكون في الفن نجم الناس بتحبك مشهور انما فنيا ايه تاريخ الفن ايه فرطه واناس يا بنت السلطان واتفرج على حلاوه مغرم يا ليل سوري يعني يعني مين انت عشان تحكم على وليد توفيق او على هاني شاكر ولا على اي نجم بيغني انت مالكش حق تحكم عليه اللي واقف دي الوحيد ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يامر بان هذا الانسان يتوقف عن الشغل او دي ما تتقالش
يعني اقول مثلا انا دلوقتي اقول لمحمد رشدي او لمحمد العزبي او اقول لاي نجم بيغني معلش اسمح لنا زي ما احنا بكره هنخلص ازاي ده؟ انت مين ومن تكون؟ انت التهب فنك وربنا نجحك. وانا قلت له في الاوربت يا راغب حبيبي خد ورد وروح زور عبد الحليم الله يرحمه روح على قبره شوف اخذ ايه معاه. فهمتني؟ ان كان راغب او غير راغب النوعيه دي اللي هي ربت في جو الحرب وما عندها سيرة غير تتكلم على الفنانين وتتكلم على بعض مش احنا. انا تصريحاتي موجودة في كل المجلات وبرجع اقول راغب علامة هو وكان نجم في لبنان وليد توفيق بالنسبة لهم كان هو الهدف وده مش عيب زي ما كان هدفي انا عبد الحليم ومحرم كنت اغني عبد الحليم ولمحرم ومحمد رشدي كنت اغني اغانيهم وايه المشكلة؟ بهية وعيون باهية كل الرواية عيون لبنانية باهية يا باهية يا باهية خبري ظلموا بهية يا عين وكل الحكاية كل الحكاية عيون شمالي فقلت الذكريات دي يمكن ملهاش مكان إنما موجودة في الأرشيف اللي قصادي ده كلمة قالت سنة 87 في مهرجان كارتاج اللي عايز يشوف وليد توفيق يتبرع بدمه والكلمة دي وليد ما عرفش عنها حاجة غير تاني يوم بعد ما غنى الحكاية دي مش هقدر أخرج من أوضة الذكريات إلا لما المشاهدين يعرفوها تونس وشعب تونس وشعب المغرب كله إجمالا بس تونس بالذات لن أنساها في حياتي أبدا وإذا بقول لك كانوا يجيبوا كل المطربين يعيشك يعيشك يجيبوا شريط الحفلة ويشوفوه لأنه كانت الناس قاعدة على اللمبات وقاعدة على الإضاءة وكان يوميها اللي فاكره ده كان زي حلم كان منباع البطاقة الدبل تقريبا حوالي 30,000 بطاقة وكان في ناس فعلا احنا شعب فقير العربي في ناس ما عندهاش تمن بطاقة تذكرة في ناس كتير تحب تشتري كاسات وليد توفيق أو لأي مطرب تاني وما عندهاش صدقيني في ناس كتير تحب تخش تشوف حفلة ما عندهاش فوصلت المحبة التونسيين لوليد توفيق انه اللي ما عندوش فلوس وزارة الصحة كان عايزين دم فاشتروا حوالي 1500 بطاقة وحطوا امبولانس قدام الحفلة وقالوا اللي ما عندوش فلوس عايز يتبرع بالدم يخش الحفلة فتبرعوا 40 يسموها دبوسة هناك 40 ازازة دم من الشعب التونسي لوزارة الصحة عشان يخشوا ويشوفوا وليد توفيق وانت عرفت ده تاني يوم تاني يوم بس اكيد طبعا ده شيء اسعدك جدا يعني اول شيء خفت افتكرت حصل مشاكل بعدين قالت لي لا الوزاره لا احنا بنشكرك عشان من ورا الحفله بتاعتك احنا خدنا دمنا دم كويس قوي وليد طبعا الحكايات معاك جميله جدا لانك فسحتنا وديتنا تونس وديتنا سوريا وديتنا لبنان وجبتنا على مصر وحكاياتك جميله لسه في كتير وفي كتير لو قلنا ان واحنا بنتكلم معاك عن حكايتك مع ده الفرق سوري معلش ده الفرق بين فنان تاريخ وفنان تاريخ عنده ده الفرق بين فنان وفنان انا بقول ايه زي ما تلاقي غرفتين في غرفة متزينة حلو قوي شكلها حلو
تخش جوه تلاقي فاضيه ما فيهاش حاجه، في غرفه ثانيه عاديه حتى ممكن تلاقي عليها الزمن شويه والعنكبوت زي ما بيسموه عندنا، بس تفتحيها وتخش جوه تلاقي بقى الدفء والذكريات مليانه 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 ذكريات ذكريات ومليانه حكايات وحكايات وفي يعني في تاريخ في ماضي جميل في حاجات الواحد يفتخر بيها. ومين اللي نساك مين؟ ومين اللي قساك مين؟ مين اللي نساك مين؟ يا فايتني وحدي حزين يبقى انت وزماني يا قلبك. ايه الحكاية اللي نفسك تقولها لجمهورك دلوقتي؟ يعني حكاية مهمة وعمر لا الصحافة ولا الإعلام ولا حتى أصحابك المقربين ليك بيتكلموا عنها، لكن أنت بتحس إن دي حكاية مهمة. بدي أقول إن لي صديقان من الوسط ولا من برا؟ أحدهم مبلي بداء الغرور والثاني مبلي بداء السل بعيد عنك وعن السامعين. اللي مبلى بداء السل شفاه الله عز وجل، الله قادر، واللي مبلى بداء الغرور رحمه الله. دي حكمة أنت عايش بيها طبعا. يعني عمر الغرور ما دخل بيت وليد توفيق أو حياته. ده أنا يعني أنت تعرفيني من أنت صغيرة. وأتمنى كل شخص يشوفني اتغيرت يقول لي. أتمنى إني أنا لغاية دلوقتي حاسس وبعرف إن الحمد لله بعدني وليد. يمكن اللي بعيد عني بيفتكرني من شهرتي، في كتير ناس بيقابلهم أنت هيك طبيعي ومتواضع وكذا، بقول لهم ايش؟ بقول لا، مفتكرينك أنت شايف نفسك. ساعات البعيد والمشهور كتير واللي بعيد عن الوسط والسهر والحاجات هاي بيفكروا انه شايف نفسه، لا بيبقى هربان، يبقى مكسوف يكون بالاماكن هاي، او بيبقى خجل بينه وبين نفسه عايز ينطوي في حياته. الغرور ان شاء الله عمره ما يقرب ناحيتي ولا ناحيه اي انسان. يعني نقول هي دي كل الحكايه ولا دي اصل الحكايه؟ اصل الحكايه نقولها عشان نختم بيها حكايتنا مع بعض. الحكاية. أصل الحكاية إنك بنت الوجود والحب عدى مستحيل، وأنا بين هواك وجمال عيني أنا Yeah.
نقول بقى دي اصل حكايه وليد توفيق، ما فيهاش حاجه ناقصه. لا ما فيش حد كامل الا ربنا. كل انسان فيه حاجات حلوه وفي حاجات نص 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 نص، مش هقول مش حلوه كتير، ما بحبش الكلمه دي. وكل انسان، كل انسان اللي بيسمعوني ان كان دكتور او بواب او شوفير او مغني عنده حاجه لو عرفها هيبقى اعظم انسان في الدنيا. وليد انا سعيده جدا بلقائنا النهارده، ويعني مش عارفه اقول لك ايه، الحكايات معاك كلها كانت جميله. الله يخليك. بس برضو هنبتدي الحكايه معاك في حكايات احلى واحلى في اللي جاي، وان شاء الله كده بقى نصورك في العالميه اللي انت بتحلم بيها، ونصورك مع احفادك من وليد ونورهان، وتبقى الحكايه لسه ليها بقيه، ونشوفها في المره الجايه. اشكرك وميرسي كتير عليك، واتمنى لك النجاح الدائم، وأتمنى لجمهور السعادة دايما دايما السعادة لجمهورنا، وأتمنى كل الحب لكل زملائي.